التقدم في العمر فيه الكثير من التناقضات. نرغب بأن نكبر لنزداد حكمة وخبرة، وفي الوقت نفسه لا نرغب بأن نشيخ أو أن تهرم أجسامنا. فلا أحد يريد أن يخسر شبابه أو تظهر عليه التجاعيد أو يواجه مشاكل صحية. الجيروسكوب فوبيا أو ما يعرف برهاب الشيخوخة، وهو الخوف غير العقلاني من التقدم في العمر. ولهذا الرهاب عدة أعراض، من هذه الأعراض المبالغة في عمليات التجميل على سبيل المثال. ستحدثنا أكثر عن هذه الأعراض وغيرها الأخصائية النفسية شاذة عبد الجليل، وسنتعرف معها على المؤشرات النفسية لرهاب الشيخوخة وكيف نتعامل معها قبل أن تتطور. نأمل ذلك. أهلا وسهلا فيك شاذة، صباح الخير. صباح الورد. أكيد كل حدا يعني بخاف من فكرة أنه يوم بعد يوم عم بيتقدم بالعمر، ولكن خلينا نحكي متى يكون رهاب الشيخوخة موجود. هلأ الرهاب إمتى؟ هلأ كل إنسان بخاف يتقدم بالعمر طبعاً، بصير بحب أنه يحتفظ بهالجمال الوجه والجمال الجسم وكذا، ما بحب أنه يصير يكبر هالتجاعيد مبينة عليه وما إلى ذلك. لكن امتى بيبدا شيء غير عقلاني غير طبيعي؟ لما يصير انه الموضوع يحكي فيه كثير ويضايقه كثير، ويصير انه ما يحب يحكي مع كبار السن، او ما يحب انه يكون يكبر نهائيا، بده يضله بعمره، بده يضله بنفس الشكل، ما بده يتقدم. اذا طلع عليه مثلا تجاعيد معين يقول لك بديت اكبر في السن، يعني بديت اقرب من الشيء اللي بخاف منه، ممكن هون تبدا اعراض الخوف، هون بصير شيء غير طبيعي مش شيء طبيعي، هون بصير في رفض للتقدم بالسن اكثر. طيب يعني برايك انه السبب الرئيسي بيكون هو شكل الانسان هو اللي بيخليه يحس انه عن جد هو عم يتقدم بالسن، ولا هو احساسه انه عمره عم بينقص، او فكره بالزبط. الموت مثلا. هلا هم بهذا الرهاب اللي بخافوا منه فكره الموت، وبخافوا شعور بالوحده، بيشوفوا كيف كبار السن لما يكونوا كبار كيف انه بيكونوا لحالهم، بصير ما عندهم الاكتف اللي بيكون من اول. هيك بياخذ فكره انه هو، مع انه مش شرط، يعني مش معنى الكبر في السن يعني انه هو ما راح يرجع زي من اول، انه يقدر يضله، بس هو بيكون خوف من الموت المفاجئ، خوف من الشعور بالوحده، بيكون عنده شعور بالوحده بس خايف انه الوحده تزيد اكثر. شكل الجسم كثير مهم، اذا هو راضي بشكل جسمه وبشكل وجهه، يعني راضي بشكله وما عنده مشكله، طبعا هذا كثير بخفف من الخوف، يعني بصير حمايه له. بس اذا كان مش راضي عن شكله، طبعا هذا بيزيد من الرهاب وبيزيد من الخوف اكثر واكثر. صحيح. ماذا عن الاحساس بالضعف برايك؟ له علاقة كثير، لأنه الخوف بشكل عام مش بس الشيخوخة، الخوف بشكل عام هو عدم مواجهة، يعني ما منواجه اللي احنا منخاف منه، منصير نخاف منه نتمسك فيه ونفكره انه هو الصح. فلما يكون الانسان ضعيف مش بينه وبين حاله، هذا كمان بيزيد من الخوف اكثر، بفكر انه ما بيقدر كيف اقول لك يعمل كنترول، يعني بصير يقول لك انا لما اكبر في السن بخاف انه انا ما اعمل كنترول، او اخاف انه انا والله يصير زي ما صار مع هذاك كبير في السن مثلا، فصير يحسبها اكثر، بصير ياخذ القصص اللي بسمعها من اللي حواليه كدليل انه لازم انا ما اكبر في السن، او لازم يعني اظلم نفسي. بتعرفي احيانا كثير بنحس من بعض الاشخاص بالذات اللي عم بيعيشوا نوع من الاستقلاليه، او بيكون عندهم بنيه جسديه قويه، بخافوا من فكره انهم يعتمدوا على الاخر او يكونوا عالي على الاخرين. واحساس الضعف الجسدي واحد من اكثر يمكن الاشياء المؤرقه. فكيف ممكن الانسان يتعامل مع هاي الفكره بحد ذاتها؟ شوفي، هذه الفكرة في راسه هو عم بحطها، بس لازم هاي الفكرة يشوفها بشكل عقلاني. لازم يعترف بنفسه انه هذا الاشي عادي بتصير مع اي انسان، بس انه يعرف كيف يتحكم فيها، كيف يعملها كنترول عليها اكثر، بحيث انه ما تتحول لاشي يضايقه، اشي تزعجه. يعني دائما احنا نقول للناس انه انت خايف من اشي معين، او انت شكلك مش راضي، لا، هذا شكل ارضى فيه، وهذا شكل مش اشي غلط. ولما الواحد يكبر مش معناته انه والله كبر انه يعني انت راح يصير فيك اشي سيء. هذا الكبر بس صعب تقنعي حدا عن جد. صعب طبعاً. هذا واصل لمرحلة رهاب، معناته بدك تعطيه اشياء محسوسة يقدر يواجه فيها مخاوفه. شو ممكن تكون هاي الاشياء؟ هلا شوفي، اللي عندهم رهاب الشيخوخة اول اشي لازم بدهم علاج نفسي، علاج معرفي سلوكي، اللي هي بتشتغل على الافكار الموجودة في راسه اللي هي عم بتخليه يخاف من كلمة التقدم في السن، أو كلمة إن أنا بدي أتقدم في العمر. هذا شيء ما بيقدر يمنعه، رح يتقدم بالعمر ورح يكبر، بس منا ياخذها بطريقة حلوة من خلال النماذج اللي بنشوفها. كثير في كبار سن
كبار في السن بس عايشين حياتهم، عايشين عمرهم. يعني بتلاقيهم بيرقصوا، بتلاقيهم بيروحوا ما عندهم هالخوف. يعني خلينا نقول بدنا نقنعه انه غير متعارضه. بالزبط. فكره انك تكون قوي او مستقل، ما لها انك تتقدم. بتقدر تكون قوي، بتقدر تكون مستقل حتى تمام. وانت كبير في العمر، مش شرط. طيب خلينا نشوف كثير من الناس قد ايه منتشر بيناتهم هذا المرض وكيف فعلا بفكروا فيه. رح نشوف هلا تقرير سريع جاوبوا فيه الناس على هذا تمام. الموضوع لنرى معا. هو الإنسان لما بصل لمرحلة خلينا أقول 45 والخمسين بصير عنده هاجس نوعا ما إنه كبر شوية، فيعني بسن الثلاثين أو خلينا أقول تحت الثلاثين بظل معنويته عالية، بظل لما بصير من أعمارنا مثلا بالخمسين بالثمانية وأربعين بالخمسة وأربعين بصير عنده سبحان الله هاجس الخوف إنه كبر شوية، خاصة سن الخمسين يعني. فهي طبيعة بأي إنسان، بتوقع طبيعة عادية بأي إنسان. كثير ناس بيخافوا من شغلة الشيخوخة أو الكبر بالسن لأنه إلها مترتبات كثيرة. ممكن لما يكبر الواحد بالسن تبدأ الأمراض معه، بيكبر هو السن بيبعدوا عنه أولاده، الحياة بصير أصعب، بصير حركته أصعب، روحته أصعب، نظرة المجتمع إله غير تتغير، عشان هيك بسيبه رعب من إيش اسمه شيخوخة أو كبر. نعم في خوف من الشيخوخة وفي قلق وبزداد كتير كتير. طبعا أنا بعرف الناس اللي أكبر مني يعني كيف صار عندهم فعلا رهاب من الشيخوخة، بالذات يعني إذا قلنا لهم إحنا بنساعدكم بيرفضوا، يعني بيحسوا إنه دورهم انتهى. عسل الكبر بعجز مش منيح، بس الكبر بصحة حلو كثير. إذن شذا من الواضح إنه هاي الأفكار موجودة بين الناس، كل واحد بيتعامل معها بطريقة، إيش بخاف يكون لحاله، إيش بخاف من المرض، إيش بخاف من كثير من الأمور. طيب خلينا نبلش واحدة واحدة، وشو شي تعليقك على الأمور اللي سمعتيها؟ هلا أنا توقعت إنهم يحكوا هيك، وحلو إنه الأجوبة كانت صريحة، بس توقعت لأنه إذا برجع بقول لك هو كل الناس بتخاف من هذا الموضوع، بحسبوه لحساب زيادة. وبيخافوا إنه حتى يكبروا في العمر ولو يوصلوا للعمر الأربعين، يعني ليت لو عمر الخمسين بس حتى عمر الأربعين بيخافوا يوصلوا له، لأنه عندهم فكرة إنه والله أنا جسمي رح يبدأ خلص ينهار بعمر الخمسين. يمكن هو بعد يعني إحساس بعدم السيطرة. بالضبط هاي اللي كنت حكيت لك إياها، إنهم هم عندهم إحساس بعدم السيطرة، إنه بيفكروا خلص في فكرة عنا في المجتمع وزي ما حكوها إنه والله عمر الخمسين هذا عمر اللي بيبدأ خلص الضعف. هيك دائما عندهم فكرة، مع أنه هذا مش شرط، مرات عمر الخمسين بيكون مش ضعف، عمر الخمسين مرات عمر اللي أنت بتقدر تعيشه عادي، ما دخل العمر أبداً كيف تعيش يومك. تمام، هل برأيك أنه يعني بمجتمعنا في كثير من المقومات تخلي الإنسان يروح بهذا الاتجاه بسبب أنه يعني غير مؤمن الكبير بالسن على مستوى دولة، عكس مثلاً بلدان تانية، قد بيساهم هذا الموضوع بالخوف من المجهول؟ هذا كنت أقول لك إياه، المجتمع اللي إحنا عايشين فيه أو البيئة اللي إحنا عايشين فيها بتساعد أكثر، لأنه هاي الأفكار موجودة عند كل الناس. لو كنت قاعدة مع مجموعة مثلاً ستات بعمر الأربعين أو قاعدين هيك بيحكوا مثلاً في جامعة، دايماً كلهم وكل واحدة أنا خايفة أوصل لعمر الستين وروح أنا شكلي يتغير، خايفة إنه أنا أوصل لهذا العمر ولادي يتركوني، خايفة إنه هذا العمر أضلني أنا لحالي. تلاقيهم كل واحدة خايفة من إشي، بس نفس الهدف إنه هم عندهم خوف. كثير بيحكوا بهذا الموضوع للأسف إنه عم بيعززوا، لأنه كثير عم بيصير عن قصص إنه والله كيف الواحد كبير بالسن بيصير مش قادر يطلع، مش قادر يعمل إشي. تمام. غير الأولاد اللي ما بيتركوه كمان. تمام. طيب إحنا بنحاول نجد حلول ونزرع بعض الأفكار اللي يقدر الواحد فيها يفكر ويبلش يعني يتواجه نفسه بهذا الموضوع. خلينا نحكي على الجسد، كيف نتعامل مع جسدنا عشان نهيئه لهاي المرحلة. نحكي بموضوع الاجتماعيات وحتى ماديا بدخل فيه هذا. طبعا بدخل. أنا بدي أتعامل معاه إنه أولا إنه ما تعامل جسدك على إنه هو راح يضله معك بعدين ينهار في عمر معين. لا، الجسد لما تكون قوي وإنت بتعتني فيه بصحة جيدة راح يضله بصحة جيدة. دائما بقول إنه دائما خليه يعني دائما لازم الشخص يضله يمارس الرياضة، يمارس المشي، ما يضله قاعد، يضله يتحرك. هذا الإشي بيساعد الجسم يضله حامي حاله، وحتى بعمر كبير ما بتأثر طول ما الشخص بيمشي، طول ما عم بيهتم جسمه، طول ما هو جسمه قوي. ثاني شيء الأفكار، يعني كيف بيشوف حاله، يعني احنا لازم نقول كيف بنشوف حالنا. اذا احنا راضين عن حالنا هذا بيساعد، مش راضين يبقى هون في مشكلة لازم انت تعالجها وتنتبه عليها قبل ما توصل لعمر اللي انت خايف منه.
الخوف، وثالث إشي خوفك هاد أعرف إن هو جاي من اللي أنت عم بتعيشه في بيئتك. يعني إذا أنت حاسس إنك وحيد، معناته مش مشكلة في العمر، المشكلة إنك أنت عندك شعور الوحدة. هذا لازم إنك أنت تنتبه عليه وتعرف شو سبب وتعالجه، لأنه إذا استمر لعمر الخمسين والستين هذا بيزيد. هلا في شغلة هدول الشغلة بالعمر الكبير بيزيد ما بيخف، فطبيعي راح يصل هذا عمره بقول أنا لحالي ما في حدا معي. تمام، برأيك قد ايه بيساعد انه يكون في نماذج كبيرة بالعمر وناجحة وفي عندها كل المقومات انه يكون يعيش حياته، يعني بيساعد هدول الاشخاص انهم يطلعوا من هاي الحالة؟ بيساعد كثير لما يشوف النماذج، بيقدر عادي اينه بيقدر يكتب، يعني هلا مثلا في يحطوا على اليوتيوب كبار بالسن، شوفوا شو بيقدروا يعملوا. بتلاقيه مثلا في كبار بالسن بيقدروا مثلا يروحوا ياخذوا دروس رقص وبرقصوا، كبار بالسن بيروحوا يعملوا مثلا وحده بتعمل رياضه، وفي ناس حتى ما بيظهر عليهم يعني. وحتى ما بيظهر عليهم. صحيح، يعني شوف هاي النماذج، هاي شو اللي عملته حتى انه العمر التقنف العمر اخذوه بطريقه كويسه وعززوه عندهم، ما خافوا منه. فانت لا، خوفك هاد واجهه انك انت تعمل الإشي ضد الخوف. تمام، فهذا اللي لازم احنا نعمله، نشوف النماذج الحلوه ونعمل زيها. تمام، معناته رح نتفق على فكرة إنه الخوف هو بيعزز كثير من الأفكار. مزبوط. السلبية جداً. الأخصائية النفسية شادة عبد الجليل، أهلا وسهلا فيك. شكرا، يعطيك العافية. أهلا وسهلا.